ومن دمشق تنضم إلينا عبر خدمة سكايب مراسلة الغد سلافة شحادة. إذا سلافة، حسب رواية الجانب الإسرائيلي تم إسقاط الطائرة لأنها اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي، بحسب الرواية من الجانب السوري أطلعينا عليها وحقيقة ما حدث. نعم، يعني تحدث مصدر عسكري سوري عن هذا الأمر وقال بأن الكيان الصهيوني قام باعتداء على الطائرة حربية سورية كانت تقوم بمهامها ضد المجموعات والمجاميع الإرهابية التابعة للتنظيم داعش والمتواجدة في المناطق الجنوبية وعلى الحدود المحاذية للسياج الفاصل مع جولان السوري المحتل. قامت باستهداف الطائرة وإصابتها، وهذا الأمر وصفه المصدر بأنه جزء من عملية الدعم والتبني الكامل للكيان الصهيوني لهذه المجاميع في حرب ضد. نعم. ايضا الاعلام السوري تحدث عن هذا الامر وعن هذا العدوان الذي لا يعد هو العدوان الثاني عفوا نعم. خلال 40 ساعة، حيث كان أول أمس قام الكيان الصهيوني أيضا باستهداف أحد المواقع العسكرية في مدينة مصياف في حماة، أيضا أدت إلى وقوع ضحايا بين المدنيين وأضرار مادية كبيرة في تلك المواقع. الإعلام السوري أيضا كان نعم، يعني تحدث عن سلافة، أن ما هو هذا مصير الطيار العدوان، الذي كان يعني يقود هذه الطائرة؟ هل هناك أنباء عن هذا؟ نعم، يعني لا تزال هناك روايات كثيرة تدور حول مصير الطيار. هناك معلومات تشير إلى أنه استشهد نتيجة هذا العدوان، وأيضا بعض المصادر الإعلامية تتحدث عن إصابته، لكن المصادر الرسمية لم تؤكد مصير الطيار بشكل رسمي، إلا أن الإعلام السوري بشكل عام كان يتحدث عن أن هذا العدوان تكرر نتيجة تقدم الجيش السوري ومدياته العسكرية وسيطرته على كامل المناطق المحاذية للسياج الفاصل مع الجولان السوري المحتل عدا مناطق تنظيم داعش، والتي كانت تتركز عملياته العسكرية ضد جيوبه الأخيرة في منطقة وبلدة صيدا على أطراف وادي اليرموك. أيضا هناك عمليات تجري في بلدة تسيل وأيضا تل الجموع وجلين التي تتواجد فيها العناصر المسلحة الموالية لتنظيم داعش الإرهابي. وبالتالي الجيش اليوم انتهى من عملياته ضد جبهة النصرة بعد أن حرر أكثر من 21 بلدة وقرية بين ريفي القنيطرة وريف درعا، والمعركة اليوم هي يعني محصورة فقط ضد تنظيم داعش والفصائل المسلحة الموالية لها كجيش خالد وغيره من التنظيمات التي تقاتل على هذا المحور، خاصة المناطق المتاخمة للأراضي السورية المحتلة من قبل الكيان الصهيوني، والتي يتلقى من خلالها تنظيم داعش الإرهابي جميع الدعم من قبل هذا الكيان لإبراز أي مقاومة ضد الجيش السوري في تلك العمليات التي تشهدها تلك المنطقة. نعم، سلافة شحادة مراسلة الغد، شكرا جزيلا لك، حدثتنا مشاهدينا عبر سكايب من دمشق.